مرحبا بكم من جديد. من طرابلس إلى مصراتة ثم بنغازي، يتجول الوفد الأمريكي وعلى رأسه قائد الأفريكوم والعمليات الخاصة بأفريقيا. وفي حقيبتهما ترتيبات تتعلق بتأمين الحدود وتوحيد الجيش أو تشكيل قوة مشتركة. وأضاف إلى عباراتهما المعتادة التعاون مع ضباط من كافة أنحاء البلاد، في ظل حديث عن مشروع تدريب تديره واشنطن في البلاد مقابل تمدد أذرع موسكو إلى الشرق والجنوب تحت مشروع عابر للحدود أطلقت عليه اسم الفيلق الروسي الأفريقي، في ظل انتقادات حادة تلقيها الدولتان الكبيرتان كلتاهما على الأخرى. فهل ما تزال أمريكا تقول وروسيا تفعل؟ ثم جولة وفد واشنطن العسكري تسابق ماذا؟ وأي رسالة تتركها في هذا التوقيت؟ وإلي مرحلة وصل مشروع الولايات المتحدة؟ وما الذي تخشاه موسكو؟ ولماذا تلمح ولا تصرح؟ وإلينا وصل فيلق الأفريقي؟ وأي مؤشرات محتملة تدل على صدام المشروعين في ليبيا؟ وما حقيقتهما؟ نبحث هذه التساؤلات وغيرها مع ضيوفنا في حوارية الليلة. معنا عبر سكايب من اسطنبول مدير المركز الليبي للدراسات ورسم السياسات السيد سنوس بسيكري، وعبر سكايب من واشنطن أستاذ العلاقات الدولية والسياسات المقارنة السيد إبراهيم هيبة، وعبر سكايب من اسطنبول الباحث باستراتيجية الأمن القومي السيد محمد السنوسي. أهلا بكم جميعا ضيفي الكريمين وضيوفي الكرام جميعا. لعلي أبدأ معك سيد بسيكري حول دلالة إقدام وفد عسكري أمريكي يقوده قائد الأفريكوم وقائد العمليات الخاصة بإفريقيا كما قلنا سابقا بجولة واسعة وشملت وسط ليبيا وغربها وأيضا شرقها في هذا التوقيت، كيف يمكن قراءة ذلك بالنسبة لك سيد بسيكري؟ السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أستاذ نبيل أحييك وحيي ضيوفك وأحيي كل من يتابعنا من المشاهدين الكرام. الحقيقة زيارة قيادات الأفريكوم لليبيا وتواصل مع عدد من الفواعل الأمنية والعسكرية على الأرض ويعكس لك مسارين يكاد يكونان متناقضان. الأول هو أن هذا الحراك على الأرض من قبل قياديين عسكريين كبار من القوى العسكرية المعنية بحفظ المصالح الأمريكية وحلفاء أمريكا في أفريقيا، أن الولايات المتحدة الأمريكية تأخذ الملف الليبي وكل ما يتعلق به من إشكاليات تأخذه يعني بمحمل الجد. لكن بالمقابل عندما ترى النتائج على الأرض أو ترى المقاربة نفسها، ما الذي يريده هذا الوفد الذي نؤكد بأن هذه زيارته تقريبا السابعة خلال سنتين؟ فهناك حراك وتواصل على الأرض كبير، لكن يبدو أن الاستراتيجية نفسها أو الخطة أو المشروع أو البرنامج ما زال مرتبكا. لماذا مرتبك؟ لأنه يحاول من جهة أن يوفق ما بين الأطراف المتناقضة من خلال توحيد قوتها العسكرية، وبالمقابل يريد من هذه القوى العسكرية الموحدة أن تكون أداة أساسية في الحد من توسع موسكو وسيرها قدما في خطتها لجعل ليبيا ممر عبور أساسي واستراتيجي للانتقال إلى مناطقها الحيوية في وسط أفريقيا. هذا إشكال لأنك أنت أحد الأطراف اللي تعول عليهم في هذه القوى المشتركة حليف أساسي لروسيا، ويعتبر أن روسيا قد تكون أداة أساسية أو حليف أساسي لتحقيق أهداف الاستراتيجية المتعلقة بتمكين عسكريا على الأرض في مناطق نفوذها وغيرها ربما أوسع من ذلك. فأعتقد بأنه برغم حيوية ومكوكية هذه الزيارات إلا أنها تفتقد البوصلة والرؤية وما زالت تحاول أن توائم بين أطراف ربما المتناقض بينهم أكثر من المشترك. وبالتالي سيد محمد السنوسي، أمام هذه الأهداف التي أذكرها الآن لك وإن كانت تبدو في نظر ضيف سيد بسيكري بأنها أهداف متناقضة، منه ما هو متعلق بمسألة القوة المشتركة التي يراد
تشكيلها، الهدف الآخر متعلق بتأمين الحدود وتوحيد الجيش، وإن كانت هذه أهداف هي قديمة لم يتم الإعلان عنها للمرة الأولى من خلال هذه الاجتماعات، لكن وكأن واشنطن تسابق أمر ما. ما الذي تسابقه واشنطن من خلال هذه الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها وفق تقديرك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أستاذ نبيل، أحييك وأحيي ضيفيك والسادة المشاهدين. بدءا وتأسيسا، ربما يجب أن نعترف أن السياسة الدولية الآن تواجه حالة من الارتباك الاستراتيجي وحالة اللا يقين تكاد تسيطر على المشهد ومحاولة استقراء وفهم ما يجري في العالم. هذه إحدى التحديات التي تواجه متتبعي أو محاولي استشراف أو استقراء ما يجري. وأيضا النقطة الأخرى المهمة هي من الثوابت أو الأصل أن طبيعة العلاقة ما بين الولايات المتحدة وروسيا هي علاقة تنافسية وتصل إلى حد الصراع. والواضح أيضا أن روسيا أخذت تتمدد في منطقة الساحل الإفريقي على حساب المنظومة الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وباقي المنظومة الغربية بشكل عام. مسألة تأمين الحدود أو الذهاب نحو الحدود الجنوبية لليبيا ومساعدة الليبيين في حالة تأمين الحدود ربما غير مقنعة لمتتبعي المشهد أو متبعي السياسة الليبية أو الأوضاع الأمنية والعسكرية في ليبيا. أعتقد في تقديري أن الولايات المتحدة الأمريكية تسعى وبكل إمكانياتها للحد من النفوذ الروسي والتوجه الروسي إلى أفريقيا جنوب الصحراء، وصنع قواعد استراتيجية قابلة للبقاء والتمدد في القارة شمالا وجنوبا، مع أن الولايات المتحدة قد تأخرت في هذا المشروع، إلا أنها الآن وجدت نفسها ربما مجبرة إلى اتخاذ خطوات عملية على الأرض تساعدها في استعادة ما تبقى لها من النفوذ في القارة الأفريقية، مع ملاحظة أنه لا يمكن اعتبار أن الولايات المتحدة ربما تنحسر الآن في وجودها في إفريقيا، باعتبار أن لها ما يزيد عن 45 وجود عسكري ما بين قاعدة عسكرية وتمركزات عسكرية وما حوالي 7000 جندي أمريكي، ولكن تظل منطقة أو الجغرافيا الليبية أو الساحل الليبي كونه جنوب أوروبا يشكل تهديد على جنوب الناتو ويشكل تهديد حقيقي فعلاً للنفوذ الأمريكي والمجال الحيوي الليبي. لكن التواجد الروسي وتوسع نفوذه في ليبيا لم يحدث في ليلة وضحاها، إنما الأمر استمر لربما من الحرب على طرابلس وبعدها إلى أن وصلنا إلى هذه النقطة من التمدد الذي تخشاه واشنطن. لكن تزايد الحراك عبر الزيارات المتتالية لمسؤولين عسكريين أمريكيين، وكأن واشنطن تخشى من أمر ما تحضر له موسكو وهي تسابق الآن من تكثيف زياراتها. أنت تشير وكأن إلى مسألة محاصرة هذا التمدد بدل مواجهته. ما الذي استجد في هذا الأمر حتى تحرك واشنطن كل هذه المسؤولين أو تسارع من زياراتهم في ثواني لو تكرمت؟ هذا جزء مما أطلقت عليه الارتباك الاستراتيجي أستاذ نبيل وحالة اللايقين، لأن أنا أتفق معك أن الوجود الروسي لم يكن بين عشية وضحاها وكان تحت مرأى ومسمع من الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن ما الذي دفع الولايات المتحدة الآن لهذا التحرك؟ ربما هو الإعلان المباشر للوزارة الدفاع الأمريكية وتبني السياسة الأمريكية الروسية وتبني السياسة الروسية الخارجية إنشاء أو بناء قوة عسكرية فاعلة في حدود 40 إلى 45 ألف مقاتل أطلقت عليه الفيلق الأفريقي وأصبح جزء من مكونات الهيكل الدفاعي لروسيا. أصبح وحتى التجهيزات اللوجستية وفتح خط الإمداد ما بين طرطوس قاعدة البحرية وشرق ليبيا، أصبح هناك خطوات عملية ومتسارعة من قبل الروس لإيجاد موطأ قدم واستغلال حتى الظرفية الدولية التي مر بها العالم اليوم وانشغال في أكثر من بؤرة توتر لتتسارع الخطوات لإيجاد تمركز استراتيجي يساعدها في التوجه في أو التعمق في أفريقيا، خاصة بعد أن خسرت وجودها الاستراتيجي على البحر الأحمر. وبالتالي سيد إبراهيم، هيبة أن تكرر واشنطن عبارات التعاون مع ضباط محترفين من كافة ربوع ليبيا في معظم اللقاءات على لسان قادتها العسكريين، أيبدو لك هو توصيف عابر دبلوماسي لا أكثر، أم يحمل في طياته بعض الرسائل وإن كانت غير منظورة للكثيرين؟ لا أدري إذا كنت تستطيع قراءة وتقدير ما الذي تعنيه بهكذا عبارات واشنطن في هكذا قول.
اهلا بك استاذ نبيل، واهلا بضيوفك الكرام وكل المشاهدين. يعني انا اعتقد ان هناك مصلحه حقيقيه للولايات المتحده الامريكيه في احداث استقرار سياسي وامني في ليبيا، وانا اعتقد ان هناك خطوات عمليه قامت بها الولايات المتحده الامريكيه ولديها خطه انا بتقديري تسير وفق نسق يعني واضح. انا اعتقد ان الولايات المتحده الامريكيه تحاول ان تتعامل مع الواقع، يعني الواقع في ليبيا هو ان هناك قوات عسكريه نظاميه وهناك عسكريين نظاميين وهناك ايضا قوات عسكريه موازيه يعني غير منتظمه، وبالتالي الولايات المتحده الامريكيه انا اعتقد لا تستطيع ان تتعامل مع القوات العسكريه غير النظاميه، ولكن تستطيع ان تتعامل بشكل او باخر مع القوات النظاميه او المنضبطه الى درجه ما. وبالتالي انا اعتقد ان الولايات المتحده الامريكيه تحاول بشكل جاد التعاون مع هذه القوات من او الضباط المحترفين كما اشاروا في تصريحهم على ان يحاولوا يعني اعاده تدريبها، اعاده تاهيلها بالذات في الجوانب الامنيه. نعتقد ان الولايات المتحده الامريكيه مركزه بشكل كبير على مساعده الليبيين في التدريب ليس في التسليح. انا التسليح مساله صعبه، الولايات المتحده الامريكيه تقدم السلاح لليبيا، هناك معارضات حقيقيه، واعتقد ان السلاح اللي متعارف عليه في ليبيا هو السلاح الروسي بالدرجه الاولى، ولكن اعتقد ان الولايات المتحده الامريكيه مركزه بشكل كبير على اعاده تاهيل القوات الامنيه، سواء كان تاهيل المطارات الليبيه، سواء كان تاهيل حرس الحدود، محاوله خلق نوع من التواصل بشكل او باخر بين الضباط العسكريين المحترفين الذين ينتمون بشكل او باخر الى او ولاءاتهم السياسيه مختلفه، خلينا نقول سواء كان في اقليم طرابلس او في اقليم برقه او فزان، وبالتالي خلق نوع من التواصل ما بين هذه العسكريين قد يسهل في اعاده توحيد المنظومه العسكريه او القوات العسكريه، ايضا يساهد بشكل كبير على ضبط الحدود اللي مؤهل في اي لحظه لان تنفرد بشكل كبير ويترعرع الارهاب من جديد، خصوصا ان هناك يعني مناطق ساخنه زي السودان، زي تشاد، زي مالي، هذه المناطق كلها بؤر لترعرع الارهاب، ناهيك عن ان هناك تغير للانظمه السياسيه في هذه المناطق، وبالتالي ولم تستقر الانظمه السياسيه في هذه المناطق، وهذا يشكل وهناك تنافس مع الروس بالتاكيد في نقطتين فقط سريعا سيد ابراهيم، هذا شكل خطر حقيقي. مساله تامين الحدود، هل يفهم منه بانه هو اغلاق الحدود، محاصره تواجد الروسي في ليبيا وكانه يصبح امر عديم الجدوى؟ هذا من جانب. النقطه الاخرى المتعلقه بالسلاح، وانه الامر قد يمر بعراقيل، لكن لدينا تجارب سابقه، قد يبدو هذا عدو واحد بالنسبة لواشنطن. المعركة في أوكرانيا سمحت لواشنطن في مضى لأوكرانيا باستخدام أسلحتها حتى تقاتل الروس، فلماذا تعتقد بأن الأمر قد يكون مختلف في ليبيا رغم أنه ما العدو واحد على اختلاف المنطقتين أو أماكن المواجهة؟ أنا متفائل بشكل كبير. أنا أعتقد أن حدة التوتر ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين روسيا سوف تخفض في المدة القادمة، خصوصا وفق مؤشرات الرأي العام الأمريكي أن الانتخابات ربما ستحسم لصالح الرئيس السابق دونالد ترامب. ففي حال نجاح السيد دونالد ترامب، أنا أعتقد أن لديه خطة واضحة لإنهاء الصراع في روسيا وبين روسيا وبين أوكرانيا، وهذا سينعكس بشكل إيجابي على مناطق توتر في أماكن أخرى. أنا أعتقد أن الروس من الواضح ان محاوله يعني ايجاد موضع قدم لهم في منطقه الساحل هو محاوله منهم من اجل الضغط على الاوروبيين، محاوله الضغط على حلف الناتو خلينا نقول بشكل كبير، وعلى الولايات المتحده الامريكيه من اجل تخفيف حده الضغط عليهم في المعركه الرئيسيه في اوكرانيا. ولكن انا اعتقد ان هذه المساله سوف تحسمها نتائج الانتخابات اللي هي حتكون في نهايه العام في الولايات المتحده الامريكيه، وانا اعتقد ان لا يوجد، انا اختلف مع الدكتور سنوسي حول ان هناك يعني مشروعين مختلفين في ليبيا، طبعا هناك رؤى مختلفه، ولكن اعتقد لا يوجد حتى الان تصادم خلينا نقول بين المشروعين الروسي والمشروع الامريكي الاوروبي في ليبيا. انا اعتقد ان الامريكان يحاولوا ان يوحدوا الجيش الليبي، يحاولوا ان يساعدوا الليبيين على ضبط الحدود، وانا اعتقد ان لا مشكله للروس في هذا الجانب، والروس يركزون على جانب اخر وهو جانب التدريب وجانب الدعم العسكري، بالاضافه الى
محاولة بناء تحالفات سياسية ولا يريد أن يخسروا يعني لا علاقة لموسكو بهي الأهداف بهذه الأهداف التي تسعى واشنطن لتحقيق هذا ما قوله؟ لا، أنا أعتقد أن لا يوجد تضارب كبير ما بين وجهة نظر بين المساعي الأمريكية والمساعي الروسية في ليبيا الآن. أنا أعتقد أن الروس مساعيهم كلها تصب حول تخفيف حدة الضغط عليهم في أوكرانيا، وبالتالي هناك مناكفة سياسية وهناك محاولة لإيجاد موضع قدم لهم في منطقة الساحل وفي ليبيا، وهم ممتعضين بشكل كبير الروس من خسارة ليبيا. يا سيد إبراهيم، لكن أنت تدرك أن حالة المزاحمة تزايدت، مزاحمة موسكو لواشنطن في مناطق نفوذها تزايدت، حتى وصل الحال إلى سحب واشنطن لقوات العسكرية من تشاد من النيجر، دفعت تلك الدول المتحالفة مع موسكو مؤخرا إلى إلغاء اتفاقيات عسكرية، لأن المنطقة تمر بتحولات كبيرة. أنا أعتقد في عجالة وتكرار. المسائل سوف تتغير سيد نبيل. أعتقد أن هذه حدة التوتر والصراع سوف يتغير بنتائج الانتخابات، سوف تحسم عملية تغيير بنتائج الانتخابات القادمة. أنا أعتقد أن هناك استراتيجية أمريكية جديدة في حال فوز الريبابليكان في الانتخابات القادمة، ولكن في حال استمرار الديمقراطيين في السلطة ربما ربما نشهد توترات أخرى. سيد بسيكري، يبدو أن السيد هيبة لديه نظرة إيجابية وتفاؤلية، دعنا نقول، بشأن هذه العلاقة المضطربة ما بين موسكو وواشنطن والمنافسة على مساحات نفوذ بعينها، وهذا من جانب. من جانب آخر، أعود بك إلى النقطة المتعلقة بالحديث الذي ذكر الناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية، الذي يقول بأنه لدى واشنطن أنشطة تدريب في ليبيا ضمن برنامج عالمي ينسقه مكتب الأمن الدبلوماسي. هل ينسف هذا القول الروايات القديمة بأن واشنطن تقول لا تفعل في هذه الحالة؟ هو بس فقط توضيح للأستاذ الدكتور هيبة، أنا ما قلتش بأن فيه اختلاف ما بين الأوروبيين والأمريكان، لم أشير على الإطلاق لهذه المسألة. أنا قلت بأن فيه إشكالية في الخطة الأمريكية في كيفية المواءمة ما بين الأطراف المختلفة لمشاريعها مختلفة لتحقيق هدف واحد، وهو الحد من التغول الروسي، ربما حتى بطريقة أو بأخرى تخفيف من وجودهم حتى إخراجهم من ليبيا، وهذا يناقض مصلحة أحد الأطراف الأساسيين في الصراع الليبي وهو الجبهة الشرقية المتمثلة في طبرق ورجمة تحديدا. هذا ما أشرت إليه، ولم أشر إلى أن هناك اختلاف ما بين الموقف والرؤية الأمريكية والموقف والرؤية الأوروبية. بالنسبة لسؤالك أستاذ نبيل، لو تعود، لأني شردت في محاولة إيضاح هذه النقطة. نعم، النقطة المتعلقة بحديث المتحدث باسم الخارجية الأمريكية الذي يقول بأنه واشنطن لديه أنشطة تدريب في ليبيا. صح، يعني هو شوف، يعني أكيد الولايات المتحدة الأمريكية عندما تريد أن تعمل على الأرض لمحاولة تحقيق أهداف حيوية متعلقة بحماية مصالحها وحماية مصالح حلفائها أو مناكفة واحتواء مشاريع روسيا اللي هدفها الرئيسي التوسع أكثر في أفريقيا، ومعروف أن أفريقيا كل الخبراء الاستراتيجيين والمعنيين بالعلاقات الدولية والأمن الدولي وغيره يتحدث بأن الساحة الأفريقية ستكون ساحة صراع حيوي جدا ما بين الفواعي الرئيسية، واشنطن وحلفائها من جهة، والصين وروسيا من جهة أخرى، دون أن نقرن بإطلاق ما بين المشروع الروسي والمشروع الصيني لأن بينهم اختلاف، لكن مركزين الجميع على أفريقيا، وبالتالي هذا يعني بأن ساحة أفريقيا ستكون ساحة صراع شديدة الفترة القادمة، ومرشحا هذا الصراع والتنافس مرشح للازدياد الكيرف متاعها إلى أعلى. فعندما تريد الولايات المتحدة أن تحقق أهدافها وتحتوي التوسع الروسي كما قلنا، تستخدم كل ما لديها من أدوات. يعني أنت السياسة الخارجية تتحدث بشكل، والCIA والبنتاغون يشتغلوا بطريقة مختلفة، فمفهومة هذه. ولو ترجع إلى السياسة الأمريكية وأدواتها المتعددة في عديد المناطق، الكلام شكل والفعل الأرض شكل آخر، وأدوات الفعل مختلفة اللي دي رسيا أي ما قدرش يقوم به الجيش الأمريكي.
وهكذا. فتصريح لا يمكن حمله على محمل الجد والقول بأنه خلاص قارة معناها فعلا العلاقة فقط بس تدريب لسلطة أو إدارة إنفاذ القانون في مسائل محددة. نعتقد بأن المسألة هذه لا يحسمها مجرد تصريح. لو تسمح لي سيد نبيل بن شعرف أنني بنعلق بس تعليق بسيط. شوف قمة النيتو وما صدر عنها، النيتو اللي مضى على هذا الاجتماع في واشنطن 10 أيام فقط تقريبا، كانت يعني في محورها الرئيسي وجزء كبير من نقاشها اللي استمر 3 أيام حول كيفية دعم أوكرانيا بقوة والاستمرار في هذا الدعم ونقل الدعم وتطويره على عدة صعد، منها تقرير أو اعتماد 40 مليار دولار أمريكي مباشر دعم سياسي ومعنوي، تعلية وترقية القدرات الدفاعية لأوكرانيا لمواجهة العدوان الروسي، والهدف هكذا تصريح أن هذا الدعم سيكون جسرا لإدماج أوكرانيا داخل الحلف. هذه الاستراتيجية وهذه الرؤية تعني الضغط أكبر وأكثر على روسيا، وبالتالي روسيا ستستخدم كل ما لديها من أدوات بما في ذلك الضغط على الحلفاء هؤلاء في مناطق أخرى حيوية استراتيجية، منها وجودها في 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 ليبيا وفي أفريقيا. فإذا إن استمر الديمقراطيون في الحكم فإن مقررات قمة نيتو اللي مضى عليها 10 أيام متجهة إلى مزيد من التصعيد والتضييق على روسيا من خلال دعم أوكرانيا وإدماجها في الحلف. ثم في فقرة محددة، لو شفت البيان أنت، في فقرة محددة متعلقة بالتهديدات الناشئة في مناطق قريبة وحليفة لأعضاء الحلف في الجنوب والمقصود بها شمال أفريقيا والساحل، وتتحدث عن تعزيز قدرات الردع بالنسبة للنيتو في هذه المناطق. نعم لم يشار إلى أن المستهدف هو روسيا، لكن الكلام واضح والاستعدادات واضحة. فإذا هذه القمة تتجه اتجاها تصعيديا ضد روسيا في على حدودها في أوكرانيا وفي مناطق تحركها وتوسعها في شمال أفريقيا والساحل. فإذا الصدام مرشح أن يزداد إن استمر الديمقراطيون في حكم أن يوافق هيدا في أنه وبالتالي ترامب الأمور قد تتغير. سيد محمد السنوسي، أمام هذه الاستعدادات وما يفهم من كلام أم بيان النيتو كما قرأ سيد السنوسي بسيكري، هناك حديث عن ما ذكره موقع الاستخبارات الفرنسية أفريكان انتليجنس عن تولي شركة أمينتوم التي وصفها بالمفضلة لدى البنتاغون، تدريب ألوية غرب ليبيا لتشكيل قوة مشتركة مع أخرى شرقا لتأمين الحدود، رغم نفي السفارة الأمريكية فيما مضى وقالت بأن التدريب في قاعة الدراسة. اليوم في أي مرحلة نحن من هذا المشروع الأمريكي التي ربما ما تزال تصيغه أو انتقل إلى مرحلة العمل عليه فعلياً؟ نعم، في تقدير أستاذ نبيل أن الولايات المتحدة قد انتقلت من مرحلة التخطيط في التعامل مع التنافس الروسي أو الوجود الروسي في ليبيا وفي أفريقيا بشكل عام إلى مرحلة اتخاذ خطوات عملية على الأرض. وجود شركة أمنتم في غرب ليبيا يؤكد هذه الفرضية، أن عملية الانتقال من حالة التخطيط إلى حالة الوجود على الأرض وما يليها من خطوات قد بدأت فعليا. ولكن في تقديري أيضا أن الولايات المتحدة ستواجه إشكال كبير في التعامل مع الهيكل العسكري والأمني في غرب ليبيا. هذا إذا افترضنا أن الولايات المتحدة جادة في إيجاد مقاربة يتم خلالها معالجة أو مواجهة الوجود أو التوسع الروسي في ليبيا بشكل خاص وإفريقيا بشكل عام. هذه المقاربة لا تتعارض مع المصلحة الليبية أو الأمن القومي في الدولة الليبية. استحضر كلمة في معرض كلام قالها وينستون تشرشل، أن الأمريكيين دائما يجدون الحل الصحيح ولكن بعد أن يجربوا كل الحلول الخطأ. كان الأولى بالولايات المتحدة مساعدة الليبيين في بناء الهيكل الأمني والعسكري للليبيين في غرب ليبيا، ومن تم إيجاد مقاربة واقعية يمكن من خلالها أن تعتمد القوات المسلحة في ليبيا على مواجهة التوسع الروسي والتوسع الأجنبي بشكل عام. ولكن الواضح أنهم ذاهبين في حالة
تعامل مباشرة مع بعض الألوية أو الكيانات العسكرية، وهذا طبعا في غير مصلحة الليبيين، سيعزز من ميلاد إذا صح التعبير أو خروج هياكل أخرى موازية للمؤسسة العسكرية والأمنية. واضح لدى المراقبين ولدى كل من يتابع الشأن العسكري في ليبيا أن الخلل في الهيكل الأمني العسكري في غرب ليبيا وبكل أسف يواجه تحديات كبيرة وخطيرة، سواء على مستوى الأجهزة أو الإدارات أو الألوية أو الكتائب التابعة للمجلس الرئاسي بصفته القائد الأعلى، أو التابعة لوزارة الدفاع ورئاسة الأركان العامة ووزارة الداخلية. وبالتالي كيف إن كان هناك مشاكل أو إشكالات بنيوية في الهياكل العسكري والأمنية في الغرب البلاد، لكن في المقابل ما الأوراق التي تملكها واشنطن حتى تقنع من هم في الشرق والجنوب حتى يتماهوا معها في هذا المخطط، إن كان أحد أهدافه تأمين الحدود أو حتى المواجهة؟ لأنه في المحصلة سيواجهون حلفائهم أو من ساعدوهم في الحفاظ على هيمنتهم هذه في المحصلة أو في نهاية المطاف. نعم، هذا تحدي آخر يواجه الولايات المتحدة، هو إلى الآن لم تتبلور إرادة سواء على مستوى القادة الأمنيين والعسكريين أو على المستوى المجتمعي، وهي من باب أولى أن تكون أي مواجهة عسكرية هي مدعومة برأي عام شعبي، لأن في نهاية الأمر هذا المجتمع وهذا الشعب سيمثل الخزان البشري لهذه الحرب، هو من سيغذي الحرب. وإذا لم تكون هذه الإرادة المجتمعية متبلورة فستواجه الولايات المتحدة بكل تأكيد صعوبات في إقناع القادة العسكريين ومن ثم الحواضن الاجتماعية التي ينتمونها بحيث يستمر في تغذية هذه الحرب. أنا لا أتوقع في حال تطورت الأوضاع العسكرية إلى مواجهة، وأنا لا أستبعد ذلك، أن يستمر الليبيين في هذا في نزيف الدم بشكل لا يمكن إيقافه. إذا اشتعلت الحرب بالصعوبة بما كان أن يتم إيقافها، ولنا مثال في ذلك في أوكرانيا. الكل كان يعتقد في أوكرانيا أن ما سيحدث هو عبارة عن عمليات عسكرية إذا طال أمدها ستستمر عفوا إلى فترة شهر فقط. يعني وكأنك تشير إلى أنه هل يبدو أن السيناريو التصادم محتمل بدرجة كبيرة؟ واشنطن عبر قوات ليبية هي من ستخوض الحرب نيابة عنها لمواجهة الروس؟ أستاذ نبيل، كما ذكرت في بداية المداخلة أن حالة اللا يقين أو الارتباك الاستراتيجي تجعلنا نفكر بفرضية وضع مجموعة من السيناريوهات. هو أحد السيناريوهات هو الذهاب نحو التصعيد، فيما لو لم يتم الذهاب إلى تسوية سياسية ما بين الولايات المتحدة وروسيا الاتحادية لتبادل مناطق النفوذ والمجالات الحيوية بتسوية كل الملفات في المنطقة مع بعض، ملف الليبي مع الملف السوري مع الملف الأوكراني. وبالتالي سيد هيبة، عندما نتحدث عن لربما ملامح مشروع عسكري حتى وإن لم يكن متكامل ويمر بتحديات، لأن هذه الخطوات والحراك الأمريكي يقابل بانتقاد روسي عبر المندوب الروسي في مجلس الأمن الذي يقول ووجه خطابه مباشرة إلى واشنطن بالقول أن هذا الحراك على أي أساس أنتم في ليبيا وما الذي تفعلونه؟ ما الذي تخشاه روسيا من هذا المشروع الأمريكي وعن ماذا تتحدث تحديدا؟ يعني احنا علينا نتحدث عن يعني خلينا نقول وجهتين، يعني خلينا نقول امريكا اليوم قياده الديمقراطيين وامريكا المستقبل اللي هو متوقع ان يفوز سيد دونالد ترامب او الريببليكان للولايه الثانيه لرئاسه جمهوريه في امريكا. انا اعتقد ان هناك رؤيتين وجهتين نظر مختلفتين بشكل كبير. اذا فاز السيد ترامب في الانتخابات القادمه، هنا واستطلاعات الراي كلها تقول وفق استطلاعات الراي اليوم تقول انه سيفوز الانتخابات القادمه، انا اعتقد ان كل شيء سيتغير. انا اعتقد ان هناك رغبه حقيقيه من السيد ترامب والجمهوريين لانهاء الصراع في اوكرانيا، لا يريدون التصعيد، واعتقد ان هناك رغبه روسيه حقيقيه لانهاء الصراع في اوكرانيا وفق صفقه سياسيه واتفاق سياسي شامل يضمن عدم انضمام اوكرانيا الى حلف الناتو ويعزز امن استقرار روسيا. اذا حدثت هذه الصفقه يعني في تقديري ان كل الامور ستتغير، سينعكس بشكل ايجابي بشكل كبير على ما يحدث في ليبيا. في حال استمرار الديمقراطيين في السلطه، او هذا هو السيناريو الأسوأ، وهذا ما تحدث عليه الأستاذ السنوسي من اجتماع حلف الناتو ودعم السيد بايدن لتصعيد الحرب في أوكرانيا ودفع روسيا حتى إلى استعمال أسلحة نووية في أوكرانيا.
غلط هو يعني تضييق القناع على روسيا. يا سيد إبراهيم، أنت ما زلت تحدثني عن المستقبل، أنا أتحدث عن الآن. ما تقوله فيما يتعلق بدونالد ترامب، وإن كانت حظوظه أعلى هذا ملف نقاش آخر، ويبقى في سياق الاحتمالات. لكن اليوم عندما طالما الديمقراطيين هم من يحكمون الآن في واشنطن ويقابلون بانتقادات من قبل موسكو عبر مندوبها في مجلس الأمن بالقول أنه ما الذي تفعلونه أنتم في ليبيا، ماذا تخشى روسيا من هذا الحراك الأمريكي؟ هل لديك تصور يمكن تفسيرها من خلال هذه الرسائل التي ترسل من قبل موسكو؟ أي طبعا، هو في ظل الإدارة الديمقراطية للبيت الأبيض اليوم، هناك يعني هناك قطيعة ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والدولة الروسية، هناك صراع وهناك دعم كبير لأوكرانيا، وهذا انعكس بشكل كبير على ملفات أخرى وعلى مناطق أخرى، والروس يعني يحاولوا بشكل كبير أن يشغلوا الولايات المتحدة الأمريكية في أماكن أخرى من ضمنها ليبيا، من ضمنها منطقة الساحل، وبالتالي الأمريكية أو إبعاد جهود الولايات المتحدة الأمريكية لتقديم أي دعم لأوكرانيا، وبالتالي محاولة لتخفيف الضغط عليهم في أوكرانيا، وبالتالي هذا الأمر موجود، ولكن هذا الأمر محسوم يعني أمره في حال استمرار الديمقراطيين في السلطة. وأنا ونذكرك يعني مازال 4 شهور عن الانتخابات، انتخابات قريبة جدا، يعني السيد بايدن باقي له 4 أشهر في البيت الأبيض، بعد 4 أشهر إذا استمر في السلطة، وهذا أمر مستبعد بشكل كبير، أنا أعتقد قد يتم تصعيد الوضع في ليبيا. ولكن في حال تغير السلطة في الولايات المتحدة الأمريكية لصالح الريببليكان، أنا أعتقد أن الأمور سوف تسير بشكل مختلف وقد تنعكس بشكل إيجابي على ليبيا، وأنا متفائل بأن المراحل القادمة ستكون يعني جيدة في ليبيا بشكل كبير. ونعتقد أن حتى الآن الجهود الأمريكية والجهود الروسية في ليبيا ليست متضاربة، يعني أعتقد أنه يعني لا يوجد تصادم. يعني حتى وإن أتى ترامب، سيرحل الروس هكذا، سيتخلوا عن مشروعهم الاستراتيجي مقابل حالة الإيجابية والوئام التي يمكن أن تعيشها الدولتين؟ حيخلق نوع من خلينا نقول من الجو الإيجابي اللي ممكن يقود إلى جوانب إيجابية في العمل السياسي، سواء كان في إجراء انتخابات، في عملية توحيد المؤسسة العسكرية، سيخفض الضغط على القوى السياسية المتناحرة في ليبيا، سيكون له واقع إيجابي على توحيد المؤسسة العسكرية والمؤسسات الأمنية في ليبيا. أنا أعتقد أنه سيكون له واقع إيجابي في حال فوز السيد دونالد ترامب وفق ما هو أعلم. لكن يبدو أن هذه المؤشرات لا تبدو في العقل السياسي الروسي، لأنهم يعبرون عن حالة امتعاض من هذا الحراك الأمريكي المتصاعد في ليبيا بالنسبة لهم. يعبرون عن حالة امتعاض من الإدارة الحالية، من إدارة السيد بايدن. وأنا أعتقد أن هناك فرق كبير بين إدارة سيد بايدن وإدارة سيد ترامب. أنا أعتقد أن هناك استراتيجية مختلفة بشكل كبير، سواء كان الأمر متعلق بالصراع الأوكراني، وبالتالي هذا حديثنا الآن حسن متعلق ونحن نتحدث عن الحاضر. إذن لا نود أن نغوص في المستقبل الذي ننال المعالم. عندما تنتهي الأربعة أشهر نناقش ماذا سيكون الموقف الروسي آنذاك، على الأقل في الجولة الأخيرة. لكن بالنسبة لي الآن ما زلت أتحدث عن الحاضر. طالما الديمقراطيين يحكمون، أنا أود أن أفهم سلوكهم في أي اتجاه يسير، وكيف تنظر له موسكو. ما إن جاء ترامب سنأتي ونتحدث عما إذا ستعيش العلاقات شيء من الوئام والود. يا سيد إبراهيم، هو الولايات المتحدة الأمريكية، سامحني في ثواني، هو الولايات المتحدة الأمريكية الآن مشغولة بالانتخابات، والسيد بايدن مشغول بالانتخابات، وهناك ضغوط عليه لحتى أن يتنحى عن الانتخابات، أن يكون هو المرشح الرئيسي للحزب الديمقراطي. هناك ضغوط حقيقية، هناك مؤشرات كثيرة تقول أنه لن يكون هو المرشح الرئيسي للحزب الديمقراطي. فأعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية مشغولة داخليا اليوم، وبالتالي لا أعتقد أن خلال 4 أشهر هذه للولايات المتحدة الأمريكية أو الإدارة الحالية القدرة على اتخاذ أي إجراءات، باستثناء الخطة الموجودة اللي هي محاولة مساعدة الليبيين لتقريب وجهات النظر، سواء كان سياسيا بمساعدة البعثة الأممية. يبدو لك الأمر كذلك، بناء مؤسسات الجيش. يبدو لك الأمر كذلك سيد بسكري، أنه طالما هناك جولة مرتقبة من الانتخابات الرئاسية، لن يكون هناك أي تحرك عسكري أو أي خطوات، دعنا نقول
قد تعبر عنها هذه الزيارات التي يقوم بها الأفريكوم وقيادات الجيش إلى غير ذلك؟ لأنه يبدو لي بأنه الموقف الروسي، اسمح لي أن أقتبس لك، تطور من حالة القلق من وصفه بخطط أمريكية لإنشاء قوات مسلحة للحدود وجمع المقاتلين من شرق البلاد وغربها، إلى القول بأنه صراحة هذا المشروع الذي تعمل عليه واشنطن لا علاقة له باستعادة توحيد الجيش كما يقول الأمريكان في خطابهم رسميا. ما الذي تلمح له موسكو وإن لم تقله صراحة سيد بسيكري؟ هو لا، يعني المسألة ليست مسألة الصريح والغامض غير المكشوف. السياسة الروسية دبلوماسيتها ودعايتها وإعلامها قائم على فرضية، وهو أن سبب الفوضى في ليبيا هي واشنطن وحلفائها، وأن روسيا هي ذراع ورافع الدعم واستقرار، خصوصا وأنها أنهت حالة الغموض في وجودها على الأرض في قصة فاغنر، وانتقلت إلى الشرعية الكاملة في الوجود الليبي بالحديث أن هذه القوات قد تم شرعنتها من الجسم التشريعي المعني بالمصادقة على مثل هذا الوجود الذي أقره قائد عام الجيش المعين من قبل مجلس النواب. فإذا خطابها قائم على هذه الفرضية، نحن مصلحون، نحن بناؤون، وجودنا شرعي، أنتم يا أمريكا وحلفاء الأوروبيين سبب الاضطرابات والأزمات والمشاكل في ليبيا منذ 2011. وهو الخطاب اللي يحرج الخصم الآخر ويحاول أن يبرر الموقف الروسي من أنه يريد أن يصلح ما لم يستطع فعله في 2011، لأنه روسيا لم يكن لها موقف معارض قوي ولم تستخدم أي أدوات لا سياسية ولا دبلوماسية ولا حتى عسكرية لمنع تنفيذ قرارات مجلس الأمن في ذلك الوقت والنيتو والقصة هذه. فأعتقد بأن هذه الفرضية وهذه المقاربة وهذه الدعاية، هذه مفهومة سيد بسيكر للخطاب الروسي على ماذا يسند وما الذي يقدمه. لكن أنا سؤالي كان منطلق من جزئية أنه لماذا تلمح موسكو ولا تصرح نوايا واشنطن؟ لأنه وقفنا عند واشنطن نراها في كل ليلة وضحاها تتحدث عن موسكو، عن روسيا، ما الذي تفعله في ليبيا عبر وكالات أخبار، عبر صحف، عبر مسؤولين سابقين وحاليين. هذه مسألة أخرى سيد نبيل. ليش؟ لأنه هناك إدراك روسي من أن واشنطن وحلفائها، وإن أنهم كانوا بطيئون في حركتهم وسياستهم لاحتواء التوسع الروسي والمشروع الروسي في ليبيا ومن ثم إلى وسط أفريقيا، لكن فيه حراك، فيه تصعيد على المستوى السياسي، فيه محاولة لاستخدام أوراق على الأرض، منها إيجاد القوى المشتركة هذه اللي أنا في رأيي الشخصي واشنطن تريد منها أن تكون هي القوى الحاكمة الحيادية التي لا تدعم أي طرف على الأرض، لأن أمريكا مش موجودة على الأرض، واللي موجود روسيا، فإن استطاعت أن توجد قوى مشتركة هي التي تملأ الفراغات وتدفع الأطراف الموجودة على الأرض تحديدا روسيا وبعدها تركيا للخروج من ليبيا، هذا يمكن. فإذا روسيا ربما تدرك بأنه في حال استمر الوضع على ما هو عليه والديمقراطيين هم اللي في الحكم، تدرك بأنها قد يمر عام أو عامين لم تنجح في أن تكرس نفسها بقوة على الأرض في ليبيا وفي أفريقيا، قد تواجه خطة أمريكية أوروبية وما حتى ينفذها النيتو على الأرض بمشاركة قوى ليبيا على الأرض تضغط عليها ضغط شديد وتفشل لها مخططها واستراتيجيتها. ربما تدرك هذا وبالتالي استخدمت هذا الخطاب من أنه الواضح أن الولايات المتحدة الأمريكية نواياها ليست حسنة في ليبيا وتهدد المصالح الروسية هناك. وبالتالي يا سيد محمد السنوسي، في أي مرحلة يمكن القول بأنه حالة الصدام قد نراها، تصادم المشروعين العسكريين في ليبيا بين النظرة الأمريكية للواقع الحال في هذا البلد وبين النظرة الروسية وتبرير تدخلها في ليبيا أو دعمها لأحد أطراف الوقوف إلى جانبه؟ نعم، في تقدير أستاذ نبيل أن روسيا لم تأتي لليبيا لتخرج،
وقد صرح وزير خارجيتها سيرجي لافروف أن وجودنا في ليبيا كان حلم. توسع ليبيا نحو أو التوغل في العمق الإفريقي وكل هذه التجهيزات والتحضيرات الروسية في شرق ليبيا تنبئ أن روسيا لم تأتي لتخرج، ووجودها يعتبر وجود استراتيجي ومهم، ويعطيها أسبقية سياسية ودفاعية استراتيجية لمواجهة الناتو، وحتى يعطيها أسبقية في حال الهجوم. يعني بمجرد أن نصب مجموعة من الصواريخ تهدد بكل تأكيد الجناح الجنوبي للناتو. وبناء على ذلك وبناء على هذه الرغبة الواضحة لروسيا والأهمية الاستراتيجية لمنطقة الساحل الإفريقي أو ما يطلق عليه بقوس الأزمات، وهي منطقة تمكن من يستطيع أن يتواجد استراتيجيا في تلك المنطقة أن يتمدد شمالا وجنوبا، هذا يدفع في اتجاه أن حالة الخروج الطوعي من ليبيا أمر غير وارد. ربما قد تكون هناك تسوية فيما لو، أنا أتفق في بعض مما ذهب إليه الدكتور إبراهيم، أن السياسة الأمريكية ربما قد تشهد تغير فيما لو عاد ترامب إلى البيت الأبيض، ولكن هذا لا يعني أبدا أن الولايات المتحدة ستتخلى عن مجالها الحيوي في القارة الإفريقية. هذا مفهوم من الناحية التسوية التوافقية والسياسية إن رأت النور وجاء الجمهوريين وعادوا الحكم مرة أخرى، لكن الآن في ظل الحديث عن عمل عسكري بعينه، تأمين حدود لربما، تشكيل قوات مشتركة أيضا إن تم التوافق والتوصل إلى ذلك، في كل هذه الأثناء هل ما طبيعة الاستراتيجية الردع التي تعمل عليها موسكو حتى تجابه كل هذه التحركات الأمريكية المتتالية؟ في تقدير السردية أو فرضية تأمين الحدود أمر غير قابل للتصديق. يعني ما الذي دفع الولايات المتحدة أن تستيقظ الآن وتتحدث عن تأمين الحدود؟ هو بكل تأكيد واضح سياساتها تنصرف إلى مواجهة التمدد الروسي. موسكو في الوضع الحالي هي أقدر على الدفاع عن تواجدها العسكري في ليبيا والساحل الإفريقي بكل تأكيد. هي في حال عدم انتباه او تواطؤ او لا اعلم ما هي الاسباب التي جعلت الولايات المتحده تغض الطرف عن هذا التمدد وهذا التوسع الروسي في المنطقه، ولكن ما حدث ان روسيا فعلا اوجدت لنفسها موطئ قدم استراتيجي في على الساحل المتوسط في ليبيا، ووجودها واضح يعني في الساحل الافريقي وفي افريقيا. ربما في فرضيه لو تحققت هو أن تجد روسيا موطئ قدم على البحر الأحمر، ربما في تلك اللحظة قد يخف الضغط أو التأثير أو الاهتمام الروسي بساحل المتوسط أو ليبيا تحديدا. يعني ما الحالة التي تجعل فرضية الصدام أقرب إلى فرضية التسوية؟ هو إصرار كلا الدولتين على أن تستأثر أو يكون تواجدها هو نافي بالطبيعة لتواجد الدولة الأخرى. وهل وصلت واشنطن لهذه القناعة الآن وحراكها يعبر عن ذلك؟ في آخر تقرير صادر عن المجتمع الاستخباراتي للولايات المتحدة وهو يتكون من 18 جهاز مخابرات أجمع على أن التهديد الثاني للمصالح الاستراتيجية الأمريكية هي روسيا. فالتهديد الروسي للمجال الحيوي للولايات المتحدة هذا مستقر وواضح لدى المؤسسات الأمريكية. فحالة الدفاع عن هذا التواجد أو إخراج روسيا من المجال الحيوي الأمريكي هو أولوية للسياسة الخارجية الأمريكية. هذا يتوقف على ما سيتم من تسويات في باقي مناطق التوتر أو بؤر التوتر في العالم. هل سينجح الجمهوريين في إقناع روسيا بالتنازل عن بعض الملفات مقابل بعض الملفات؟ أنا لا أعتقد أن الولايات المتحدة ستغير سلم أولوياتها واهتمامها بالمجال الحيوي في شمال أفريقيا ومنطقة الساحل الأفريقي. إذن وبالتالي سيد إبراهيم هيبل، بالنسبة لقوات حفتر وقيادتها، كيف يمكن لها المواءمة أو التوفيق، دعنا نقول، ما بين هذين التصورين أو المشروعين، المشروع العسكري أو السياسي الأمريكي الغربي وما يقابله من مشروع روسي من خلال هذا التواجد والتوسع في ليبيا ودول طوق جنوبها لربما؟ الحل السحري في ليبيا، يعني الواقعيه السياسيه تقول ان ليبيا مقسومه بين دولتين. هي في حقيقه الواقع هناك عندك حكومه في الشرق وحكومه في الغرب، هناك قوتين عسكريتين، قوه نظاميه، وهناك مجموعه قوى عسكريه تربطها تحالفات تتغير من حين لاخر موجوده في منطقه اقليم طرابلس. فانا اعتقد ان
مسألة الصدام ما بين القوتين الآن أنا أعتقد أنه مستبعد الآن، وأعتقد أنه لا توجد رغبة دولية حقيقية في إحداث صدام عسكري ما بين القوة اللي يمثلها المشير السيد خليفة حفتر أو القوات العسكرية اللي تتبع رئاسة المجلس الرئاسي والسيد دبيبة في طرابلس. واعتقد ان الجهود، خلينا نكون متفائلين واقعيين باللي صاير، انا اعتقد ان الولايات المتحده الامريكيه تحاول او لديها مصلحه حقيقيه في توحيد المؤسسه العسكريه، لانها تعتقد ان احد معرقلات استقرار ليبيا واحد معرقلات حتى اجراء الانتخابات هو هذا الانقسام الامني والعسكري موجود في ليبيا، ولديها مصلحه في توحيد هذه المؤسسات ومصلحه حقيقيه في اجراء الانتخابات. ليه؟ لأن إجراء الانتخابات وتوحيد المؤسسة قد يقود إلى إخراج القوى الأجنبية الموجودة في ليبيا من ضمنها الروس. الروس، وأنا أتفق مع زميلي السيد محمد، أن هناك يعني لا أعتقد أن الروس أتوا لليبيا من أجل أن يخرجوا، وأعتقد أنهم ندموا على عدم مساعدتهم معمر القذافي للبقاء في السلطة، وأعتقد أنهم يعتقدوا أنهم خذلوا من قبل الأمريكان والأوروبيين بإزاحة معمر القذافي بهذا الشكل بدون أن يكون هناك مشروع توافقي حول ماهية الدولة الليبية ومن يحكمها في المستقبل. وبالتالي أنا أعتقد أن الروس يريد أن يبقوا في ليبيا، ولكن أعتقد أن هذا البقاء هو تعارضه الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن لا أعتقد أن الأمور سوف تصل إلى مرحلة الصدام لخطورة الموقع الجغرافي للدولة الليبية. أي صدام عسكري مدعوم من قبل الدولتين العظمتين سيكون كارثي ليس فقط على ليبيا، ولكن سيكون كارثي على أوروبا، سيكون كارثي على دول جوار مصر، إسرائيل، الجزائر، دول أفريقية. ناهيك عن هناك منطقة توتر تشتعل بحرب أهلية منسية وهي السودان، هي مركز رئيسي لترعرع الإرهاب، مركز رئيسي لتجنيد المرتزقة، مركز رئيسي لكثير من المشاكل في جنوب ليبيا. وبالتالي أنا أعتقد أن مصلحة الأمريكان اليوم هو محاولة تقريب وجهات النظر بشكل سياسي، وبالتالي تلاحظ أن الجهود الأمريكية هي ليست جهود بدعم بالسلاح، ولكن بالتدريب، بمحاولة التقاء كافة الأطراف السياسية والعسكرية اللي مختلفة، محاولة تقريب وجهات النظر، محاولة فتح قنوات التواصل، محاولة دفع البعثة الأممية من أجل يعني مساعدة الليبيين لإجراء الانتخابات. أنا أعتقد أن هذه كلها جهود إيجابية دبلوماسية يجب أن تشكر. وأعتقد أن الروس أيضا ليست لديهم رغبة حقيقية في إشعال المنطقة، لأن الروس ممكن أن يناكفوا الولايات المتحدة الأمريكية في منطقة الساحل في ليبيا، ولكن ليست لديهم القدرة الحقيقية لدعم جبهات عسكرية حقيقية في مناطق أخرى، لأنهم مشغولين بشكل كبير في أوكرانيا. وبالتالي هي عبارة عن مناكفات سياسية من أجل يعني فتح أواصر لحل مشكلة الأوكرانية الروسية من أجل تخفيف الضغط عليهم. هم منشغلين بأوكرانيا، ولكنهم حلوا فاغنر، منشغلين بأوكرانيا وصنعوا الفيلق الأفريقي. حالة الانشغال هذه جعلت من ليبيا نقطة انطلاق، تحالفوا مع دول بعينها، ساهموا في وقوع انقلابات، في إزاحة فرنسا من دول بعينها. كل هذا فعلوه يا سيد إبراهيم وهم في حالة انشغال. هذا كل ما فعلوه الروس، وهم منشغلين. لم يتطلب منهم قوات عسكرية كبيرة حقيقية أو مواجهة مباشرة مع الولايات المتحدة الأمريكية. كلها كانت، أنا لم أتحدث عن العدد، إن كان احتاج الأمر لعشرات الآلاف أم إلى ألف، لكن نقول لك أنه فقط أنه حتى في حالة انشغال فعلوا كل ذلك. هذا يدل على فشل الولايات المتحدة الأمريكية، هذا يدل على فشل الولايات المتحدة الأمريكية في منطقة الساحل. وأعتقد أن الأمريكان يدركوا أن فشلهم في منطقة الساحل وخسرانهم هذه الأماكن بسبب اعتمادهم منذ فترة طويلة على فرنسا بالدرجة الأولى. أنا بالنسبة لك لنقطة، أنت الفرضية أن روسيا اليوم ما هيش في وارد أن هي تشعل المنطقة. أنا ضربت لك مجموعة أمثلة بأنه بالفعل أشعلت المنطقة على عكس ما تقول، تدخلت في دول بعينها، وبالتالي كل هذا فعلوه وهم منشغلين بأوكرانيا. ماذا وإن كانوا متفرغين إذن؟ هو روسيا يعني دولة عظمى ودولة قوية، لا أحد ينكر هذا الكلام، ولكن أنا أعتقد أن كل هذه يعني هم إذا كانوا منشغلين بمنطقة، أنا أعتقد منشغلين بالسودان الآن.
أنا أعتقد أن لديهم تدخل بشكل مباشر في السودان، وأنا أعتقد أن هذا الأمر يقلق الولايات المتحدة الأمريكية بشكل كبير. ولكن المالي، بوركينا فاسو، أفريقيا الوسطى، كل هذه لم تكلف الدولة الروسية الكثير من أجل تغيير الأنظمة السياسية، لأن حالة انقلابات متأخر بشوية دعم. ولكن الوضع في ليبيا شوية يختلف، الوضع في ليبيا شوية يختلف. أنا أعتقد أن الروس كان لهم دور كبير في إعادة تأهيل المؤسسة العسكرية بقيادة المشير سيد حفتر، وأنا أعتقد أن الأمريكان بسبب تأخرهم في تقديم الدعم الكافي، برغم أن كان هناك دعم أنا أعتقد للسيد خليفة بن قاسم حفتر في إعادة تأهيل الجيش من جديد من قبل الأمريكان، وخصوصا في محاربة الجماعات المتطرفة، ولكن هذا الدعم ربما يعني تغير بعد مجيء الديمقراطيين للسلطة. ولكن أنا أعتقد أن المستقبل سوف، أنا متفائل بالمستقبل خصوصا إذا جاء السيد ترامب للسلطة. أنا أعتقد أن أمور كثيرة سوف تنحل في ليبيا، يعني الجماعات المتطرفة يشمل يعني حتى الجماعات المتطرفة يشمل حتى الحرب على طرابلس. أنا أعتقد أن الأمريكان يعني الإدارة الديمقراطية عارضت الحرب على طرابلس. أنا أعتقد السيد ترامب باركها في الأول، ولكن أعتقد أن الخطأ الاستراتيجي الكبير اللي ارتكبه السيد المشير أو القادة العسكريين هو الاستعانة بالروس بشكل مباشر في هذه الحرب. طيب. أنا أعتقد أن هذا كان خطأ استراتيجي أدى إلى تعثر عملية السيطرة على طرابلس. ولكن أنا اسمح لي فقط لنطلع على باقي الضيوف، شكرا لك، أتمنى أن تتفهم ذلك، لكن فقط لم يتبقى مع الكثير أقل من 5 دقائق، لربما حتى وزع عليكم بشكل عادل مرة أخرى النقطة المتعلقة بالنسبة لقوات حفتر وقيادات السيد بسيكري، المفاضلة ما بين هذين المشروعين أو التوجهين، دعنا نقول ما بين ما تقدم لها أمريكا والغرب من شرعية سياسية تسمح له بأن يكون طرف مفاوض على أي طاولة مفاوضات، وبين هذا الدعم العسكري الذي تقدم له موسكو بما يمكن من حماية نفوذه وسيطرته على المنطقتين الجنوبية والشرقية. هل حفتر يملك خيار المفاضلة بين هذين المشروعين أم هو اختار مسبقا إلى أي جانب سيقف؟ هو من علامات مؤكد به أول تعليق لي في هذه السانحة اليوم أن البوصلة الأمريكية مش واضحة، وكيفية تعاملها مع الجبهة الشرقية تحديدا برغم وقوف واشنطن على حقائق مهمة متعلقة بالمخاوف بالوجود الروسي، أن سببها الرئيسي وحفتر هو من فتح المجال للروس ومن تحالف معه ومن اعتمد عليهم في تعزيز قواته بل حتى وصوله إلى العاصمة ومحاولة السيطرة عليها. فبرغم هذه الخطيئة المفترض تكون خطيئة وفق الرؤية الأمريكية، لأنه التهديد الرئيسي بالنسبة للأمريكان هو الروس وتغولهم وتطور وتوسيع وجودهم، إلا أنهم لم يتعاملوا مع حفتر بضغط شديد أو محاسبة أو معاقبة على الإطلاق. هذا سؤال محير فعلا، لكن لاحظ بأن الآن اجتماع الناتو الأخير والتواصل منذ 6 أشهر مركز على الألوية الجديدة وعلى المناصب الجديدة التي تبوأها أبناء حفتر، رئيس أركان القوات البحرية ورئيس أركان القيادات الأمنية أو الأجهزة الأمنية خالد وصدام، تعامل معهما بشكل مباشر. هذا يعني بأن الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تستخدم الواقعية على الواقعية على القوى الفاعلة على الأرض والقيادات المؤثرة والفاعلة اللي بنت لنفسها ثقلا ووزنا على الأرض لتحقق بهم ما لم تستطع أن تحقق من خلال تعاملها مع حفتر اللي أساء إليها في الرأي الشخصي وثبت لها الروس في ليبيا. فيبدو أن التعامل هذا يريد أن يستغل النفوذ الكبير لهذين الابنين، وربما رؤيتهم التي قد تكون في المستقبل قريب مختلفة عن أبيهم لتشكيل القوة المشتركة. لاحظ بأنه ما فيش إشكالية ما بين بعض المكونات العسكرية في الشرق صدام وحفتر وبعض المكونات العسكرية في الغرب واللي طبيعة بعضها عسكري نظامي. ولاحظ بأن قيادات الأفريكوم زاروا لواء 3/4 وثمنوا هيكلته ومدى انضباط مجموعاته وعناصر وتعاملوا معه بشكل إيجابي
وعبروا عن ارتياح لتركيبته وتشكيلته وثقله ودوره حتى على الأرض. فإذا ربما تكون هذه السياسة تقريب ما بين فواعل على الأرض قابلة أن تتفاهم وأن تتعاون، لكن الإشكال وين؟ هل تستطيع من خلال هذه التركيبة هب أن والله آمر القوات رئيس أركان القوات البرية في الشرق الليبي صدام تفاهم مع مثلا على سبيل المثال محمود حمزة آمر لواء ثلاث أربعات ومن يشارك في رؤيته من مكونات عسكرية في الغرب؟ هل يمكن أن يتحالف هؤلاء لطرد الروس وهو هدف أمريكي؟ أنا أستبعد ذلك، ولذلك قلت أنا الرؤية الأمريكية مرتبكة، أنت تجمع ما بين فوارق ومتناقضات لتحقيق هدف يخدم مصلحة الطرف ويعيق مصلحة الطرف. نعم شكرا. كان الإرباك الأمريكي في عندي بس تعليق بسيط لو سمحتي بشكل أكثر من دقيقة، وهو تعليق بس على كلام الأستاذ دكتور هيب. ترامب أنا في رأيي الشخصي مرتبك في رؤيته والسياسة، وارتباكه رأيناه في فترة حكمه السابقة ومنها الحالة الليبية، أعطى الإذن لحفتر لأن يشن هجومه على طرابلس. بعد بضعة أشهر الإستابليشمنت أو الأجهزة والمؤسسات اللي فعلا تؤثر في صناعة السياسة الأمريكية، وزارة الدفاع، البنتاغون، الأمن القومي، قالوا له أنت وين ماشي بهذا الشكل؟ فراو كيف بتقول خرب بيت، هذا 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 نقض لمصالح أمريكا وحلفائها. فتراجع وانسحب من سياسة دعم حفتر. فلا أعتقد بأن ترامب لديه رؤية استراتيجية للتعامل مع هذه البؤر المتوترة جدا، وأعتقد بأنه مرتبك وارتجالي، وسياسته قد تكون سبب في توسع الروس وتكريس مصالحهم وتأجيج الصراعات في مناطق عديدة. شكرا جزيلا لك سيد سنسيب سيكري مدير المركز الليبي للدراسات ورسم السياسات، كما أشكر ضيفي عبر سكايب من إسطنبول كان معنا الباحث باستراتيجية الأمن القومي سيد محمد السنوسي، وضيفي أيضا سيد إبراهيم هيبة كان معنا عبر سكايب من واشنطن أستاذ العلاقات الدولية والسياسات المقررة. نشكركم مشاهدين على طيب وكرم المتابعة، دمتم بخير.